Renard, كود روسو، الكتاب اللي قبل يومين ثلاثة اشتريته، جبته من المكتبة. قبل ما أبدأ هذا الفيديو، أختي أو أخي بارك الله بكم، إذا أنتم شفتوا أي فقرة من كود لاغوت صعبة عليكم، ركزوا على هاي الفقرة. مثلا إذا أنت عم تشوف فقرة سحب النقاط والغرامات بتكون صعبة عليك، فركز على هذا الفقرة، لأنه هو أو هذه الفقرة راح تكون نقطة ضعف لك أو لك أختي، يعني راح تخافي إذا يجي لك أي سؤال عن سحب النقاط أو الغرامات، فبتترددي أو ما يعني يكون صعب عليك، فركزي على هاي نقطة الضعف بتكون. أو إذا أنت عم تشوف إنه قسم الميكانيك أسيد عن الميكانيك بيكون صعب عليك، فركز على قسم الميكانيك. إذا أنت عم تشوف قسم اللافتات بيكون صعب عليك، ما عم تفهم اللافتات، فركز على اللافتات مشان ما تكون صعبة عليك وبتكون نقطة ضعف لك. يعني إذا بيجي لك سؤال عن اللافتات تكون مباشرة تفهمها وتعطي جواب بشكل أسرع. فدقق على قسم أو الفقرة اللي أنت أو أنت بتخافي من هذه الفقرة، فركزوا عليه كتير. خلينا نبدأ. آخر فيديو نزلته هو شرح لافتات التي تحظر أو التي تمنع. في هذا الفيديو راح نحكي عن 1 2 3 4 5 6 ست لافتات، هن اللافتات التي تنهي دانتردكسيون، يعني اللافتات التي تنهي جميع اللافتات التي كانت تمنع. مثلا هاي اللافتة مكتوب فادو تولي لزانتردكسيون بريسيدمون سينيالي اي امبوزي و فيكول او موفمون. يعني هذه اللافتة مثلا بتكون نهاية جميع اللافتات التي كانت تمنع، يعني هي بتكون مختصر لهذه اللافتات. مثلا إذا كانت السرعة عندك ممنوع تتجاوز 50، لما بتشوف هاي اللافتة فمعناتها انتهى هاي اللافتة أو انتهت تطبيق هذه اللافتة. هاي اللافتة مثلا إذا شفتها فمعناتها فيك تسوق أكثر من 50. أو شيء آخر مثلا الديباسي، هون مكتوب إنه فادو دو ليميتاسيون دو فيتيس، نهاية سرعة 60، فمعناتها فيك تسوق أكثر من 60. انتبه من هاي اللافتة، هاي إذا يجي لك عنها أي سؤال، إذا يجي لك سؤال مثلا، أنا أعطيك أمثلة عن الكود، إذا يجي لك سؤال في الكود هاي اللافتة تكون فادو مثلا الفرع الأول من الجواب الأول الأ، إذا بيكون فا دو ليميتاسيون دو فيتيس الجواب نعم، فا دو ستاسيونمون الجواب لا، هاي ما بتكون نهاية انتردي دو ستاسيونمون، يعني ما رح يكون نهاية ستاسيونمون هو إما في لافتة بتعطيك، رح نشرحها إن شاء الله في الفيديو القادم عن لي بانو دي ستاسيونمو اي اغي، اما يعطيك لافتة بتعطيك انه ممنوع ستاسيونمو او ممنوع لاغي، راح تشوفها، فهاي ما راح تكون نهاية ستاسيونمو، انتبهوا، راح تكون نهاية ليميتاسيون دو فيتيس، راح تكون نهاية ديباسمون، راح تكون نهاية استخدام الكلاكسونو او افارتيسيون سونور مثلا، أما ما بتكون ستاسيونمو. أما هاللافتات فهي معروفة، مثلا نهاية ديباسي، لافتة ديباسي وينها؟ مو موجودة بهاي الصفحة، ديباسي مثلا ديباسي لي فيكول ترونسبورتي بي تي اي اس، هاي هي بتكون نهاية البي تي اي اس. شو معنى بي تي PTAS؟ سي عفوا، P يعني poids total autorisé charge، PTAS المختصر الكلام، يعني هاي بتكون اللافتة نهاية يعني منع أو حظر الشاحنات التي تتجاوز وزنها 3.5 3 طن ونصف، وهاي بتكون نهاية الديباسي تبع السيارات اللي وزنها
أقل من 3.5. طيب هاي اللافتة شو بتكون؟ هاي بتكون حسب على حسب ال ما مقصود ضمن اللافتة. يعني مثلا مثال بتشوف نهاية منع السيارات التي تكون وزنها أكثر من 12 طن، فحسب ما موجود ضمن هذه اللافتة راح تكون يقصد بها مثلا نهاية وزنها اللي كان وزنها 12 طن. هاي أمثلة بسيطة. إن شاء الله استفدتم من هذا الفيديو، ونلقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.